عاشر صديقك بالذي يستحسن وادفع عدوك بالتي هي أحسن واحذر مصاحبة المباين واتخذ خلا لأساس الأخوة يتقن. عاشر صديقك بالذي يستحسن وادفع عدوك بالتي هي أحسن واحذر مصاحبة المباين واتخذ خلا لأساس الأخوة يتقن. سلم عليه وعده عند سغامه وأعنه قال إلهكم وتعاونوا إن كان مظلوما وإن يك ظالما فانصره تكتب عند ربك محسن. واصحبه في أسفاره لا سيما نحو التي فيها نبيك يسكن. حرم الرسول وبيته وضريحه والصالحين كذا ابن مريم يدفن. فيها من الخلد المقدس روضة بجمالها كل الخلائق تفتن. آثارها وجبالها وتلالها تفدى بأنفسنا تباع وترهن. رؤياه تزعد للذين حظوا بها فيها المسرة بعدها لم يحزنوا وحوى المكارم والفضائل شخصه وهو السليم الصدر ليس مشاحن. ولسانه رطب بذكر إلهه بالحق ينطق للأنام يبين. وجبينه غمر وغيث كفه وبمسه الآلام فورا تسكن. بالله مشغول الضمير وإنه بشمائل الخلق العظيم مزين. يسع الورى كرما وحلما طبعه سهل غريب للخلائق لين. في السوق يمشي في حوائج أهله ويعينهم وهو العظيم الهين. يوي الأرامل واليتامى بيته وبسوحه تربى فنعم المسكن. بل منه ثر تعد الفرائص خيفة ويهابه البطل الشجاع الألسن. ويقول هونا لليليس فإنني ابن التي بغديدها تتمون.
صلى عليه الله ما برغ سرى أو ما هما سحب بليل يهتنوا والآل والأصحاب ما البرع روى عاشر صديقك بالذي يستحسنون.